الاستقلالية بجماعة بني بويفلور وعضوة في العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان. نهارا من مشهد التوارى من وسط تنكا من دنغي تق القائد جماعة بني بويفلور يتسلط خنساء الأرامل يتسلط خيوذاني وغاية جيشة بدون قرار بدون إنذار بدون أي شيء. يوذان بدنا ندي الملك نسل الخاص نتي تسدي تق الشطات دي السلطة نشي نروح كيس المحاوة نروح بطريقة سلمية أنه كيس المحاوة غنغدي يفغ ما نشي نغلط دي الحق الناس هذا سنتا الاعتذار ولكن توا غنغدي يفغ نهائيا رخوقا وصد العمالة أنخزى الوضع من غانق من وانتق لأنه قيود غيجن درجة تم قرنت كين غطاس يتعدى الفقراء يتعدى غخيني وغاي الجيشة وماذا تسيور الأخ الحق يقار يعلن خك الحرب يعني يتحارى بيشكشك سيمنتنش وشكراً.